مساء الخير على حضراتكم، مستمرين معاكم في التغطية لذكرى مناسبة عظيمة، هي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو. ولو كنا بنتكلم من شوية عن المكاسب اللي حققتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، فما فيش شك إن واحد من المكاسب دي هي المشروعات القومية اللي دخلت فيها الدولة المصرية بقوة، وبشكل عام بنشوف البناء والتعمير وإظهار الوجه الحضاري لبلدنا. مساء الخير يا إيمان، مساء الخير لكل السادة المشاهدين. لولا ثورة 30 يونيو في الحقيقة كنا شفنا وجه تاني خالص، وجه خراب، وجه تدمير. ربنا يحفظ بلدنا من كل شر. لكن الحقيقة اللي يشوف المشهد من بعيد هيتأكد إزاي الدولة المصرية نجحت بقوة في إنها تقف على رجليها من تاني وتكون أقوى، بتبني وتعمر في كل المجالات. تعالوا نلقي نظرة على بعض ما تحقق مع مراسلين. خلونا نبدأ من الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، واللي حاليا الحكومة بتضع اللمسات الأخيرة على إتمام عملية نقل الموظفين إلى هناك، عشان كل الوزارات تبدأ العمل بكامل قوتها من المقار الجديدة في خلال أيام بإذن الله. بنتكلم عن أكثر من 40 ألف موظف هيتم نقلهم. كيف تسير الاستعدادات وهي أبرز الخدمات الحكومية؟ معانا من هناك مراسل دي أم سي محمد رياض. تحياتي لك محمد، وكيف استعدت العاصمة الإدارية الحي الحكومي بالعاصمة لاستقبال الألاف من الموظفين خلال الأيام القادمة وبداية العمل الفعلي من هناك؟ كل عام وحضراتكم بخير ومصرنا الحبيبة بخير وسلامة وسعادة واستقرار ورخاء. الحقيقة الدولة المصرية اهتمت بتطوير البنية التحتية وتطوير النظم الإدارية. الحقيقة أن دولة 30 يونيو كان لابد من أن هي تبني العاصمة الإدارية الجديدة للخروج من التكدس الحكومي اللي موجود في وسط البلد، وأيضا إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة اللي موجودة في العالم. عشان كده كان فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. الفكرة بدأت في مارس من عام 2015 خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، وفي 2016 كان القرار الجمهوري رقم 57 بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة أقيمت وبالفعل طوال 7 سنوات بفضل أبنائها المصريين وسواعد أبنائها المصريين اللي فضلوا يشتغلوا ليل نهار طوال 7 سنوات، قدروا إن هم يحققوا الحلم، والحلم بقى حقيقة على أرض الواقع. إحنا واقفين دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا في الحي الحكومي. العاصمة الإدارية الجديدة اللي بنيت على مساحة 170 ألف فدان عشان تكون أكبر من دولة سنغافورة مرتين، وأكبر 4 أضعاف من مدينة واشنطن الأمريكية. العاصمة الأمريكية متوقع أنها تستوعب 6.5 مليون نسمة. إحنا موجودين دلوقتي في الحي الحكومي اللي دبت فيه الحياة بعد انتقال عدد من الوزارات، نحو 20 وزارة جاءت بالفعل للحي الحكومي وانتقلت بالفعل للعمل من داخل مقرها هنا والوزارات في الحي الحكومي. الحي الحكومي اللي أنشئ على مساحة بتقدر لمليون ونص متر مربع، ومن المتوقع أن ينتقل ليه حوالي 50 ألف موظف بطاقة استيعابية يومية، حوالي من 5000 ل 5500 موظف بشكل يومي. الحقيقة أن العاصمة الإدارية هي عاصمة ومدينة من مدن الجيل الرابع اللي بتدار بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمنة اللي موجودة في العالم أجمع، ولذلك تم تدريب كافة العاملين على كيفية الإدارة هنا في الحي الحكومي والوزارات التي سوف تدار بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمنة اللي موجودة في العالم. أيضا الدولة وضعت خطة محكمة لعملية الانتقال، من سواء بالنسبة للمواطنين أم للعاملين. بالنسبة للعاملين هناك العديد من المباني والشقق اللي تم توزيعها على العاملين بأسعار رمزية جدا، والدولة بتتكفل ببقية المبالغ. بالنسبة للمواطنين سوف يتم توفير وسائل المواصلات النظيفة والصديقة للبيئة بدءا من خط مترو الأنفاق الثالثة، حيث يمكن الركوب من محطة عدلي منصور للوصول هنا إلى العاصمة الإدارية، وأيضا يمكن الركوب القطار الكهربائي الخفيف وأيضا المونوريل، بالإضافة إلى تخصيص نحو 400 مسار و400 أتوبيس من مختلف المواقف المنتشرة في المحافظات
المجيء إلى هنا ويمكن تسهيل الإجراءات للمواطنين للمجيء من هنا، على الرغم من أن إدارة العاصمة الإدارية الجديدة قالت أن المواطنين ليس بالضرورة أن يأتوا هنا إلى المقر الحكومية، حيث أن الدولة وفرت نحو 140 خدمة إلكترونية أونلاين يمكن من خلالها المواطنين لاستخراج التصاريح والمصالح الخاصة بهم والمجيء هنا للضرورة القصوى. الحقيقة نشعر كلنا بالفخر وإحنا واقفين في العاصمة الإدارية الجديدة، وإن شاء الله مصر دايما في تقدم وازدهار.